بصوا بقى يا بنات، انا النهارده جايه اعمل لكم وصفه جديده وجميله جدا، بيكاتا بالشامبينيون. هنجيب ده وهنحط عليه الايه نص كيلو مشروم، وبعدين هنحط الزبده بقى ايه كمان كلها، وكمان شويه كريمه لباني كده خلاص، مع شويه فلفل حلوين بقى كده قوي قوي قوي، مع ليمونتين. طيب طبعا انتصار، احنا ممكن مثلا نضيف ثوم مبشور؟ ثوم؟ لا بقول لك ايه، ما تلخبطينيش، انا اساسا ما صدقت حفظتها امبارح. ايه؟ تذكرتها. ما هو انا من ساعه يعني بطلت اطبخ ما بقتش يعني اتذكر. تذكرتها عشانكم. حضرتك ما قلتلناش يعني هو قد ايه لحمه؟ لحمه ايه؟ هو انت تفرق معاكي لحمه؟ انت اساسا عظم كله يا ماما، ده شكلك عمرك ما شفت، ده انت عندك انسداد في قناه فالوب، قناه وفي الامعاء كمان. لحمه ايه اللي بتسالي عنها؟ معلش يا طنط صار، معلش بس يا شرف اسكتي.